Good morning, second grade. How are you, Yatani? How are you, lovely students? Are you okay, MS? I miss you, Yatani. خلينا نعمل ريفيجن سريع على القواعد اللي أخذناها الحصة الماضية. أوكي؟ نبدأ مع بعض. What's the meaning whose? What's the meaning whose? Whose حكناها معناها لمن. What's the meaning whose? لمن؟ لما يكون أنا بدي أسأل عن إشي واحد مفرد، على سبيل المثال عندي هي هو عندي الراديو، بدي أسأل عن إشي مفرد، شو بسأل عنه؟ Whose is this again? Whose is this again? Whose is this? طيب لو بدي أسأل عن مجموعة، بشو بسأل أنا يا تاني؟ عن مجموعة. Whose are these again? Whose are these? Excellent. لما إذن المجموعة بسأل عنها إيش؟ Whose are these؟ لما أجاوب بجاوب إيش؟ It's no. بجاوب they are مثل أحمد's books. They are أحمد's books. إنه بسأل فيه عن مجموعة. أوكي؟ أو بحكي they are أحمد's. إنه هدول لمين عندي؟ لأحمد's. أوكي؟ لكن المفرد Whose is this؟ يكون إشي مفرد. انه هذا ايش شو بجاوب ببدا الاجابه ب اتس اجين مش بدا الاجابه حكينا يمس ب اتس ايش بدا الاجابه اتس بعدين عندي الاسم الاسم ايش بيكون بينتهي باس الملكيه الاسم ايش بينتهي تاني باس الملكيه الاسم ايش بينتهي يمس باس الملكيه اكسترا الان خلينا ننتقل لدرسنا لليوم درسنا اليوم يا تاني اللي هو عندي بدي اعرف انا استماع طبعا أنا عندك ترقيم الصور إحنا مش مطالبين فيه الترقيم هذا إحنا مش مطالبين فيه بدي أعرف أنا رح أنا أحكي لك هلا كل فون لمين كل إشي من الأشياء الموجودة عندي هون لمين نبدأ مع بعض It's my بدي أسمع وبدي أعرف لمين It's my It's لمين حكينا يا تاني لمين للمفرد اللي هو الإشي بملكه مين المفرد للمفرد It's my listen mom's phone it's my mom's phone اذا الفون هذا عندي لمين لمامز اذا عندي it's my mom's phone ها رح نكتب mom's وهي عندي s الملكيه excellent it's my guitar اذا هو my guitar and my sisters too. إذن هو جيتاري وجيتار أختي كمان. It's my guitar and my sisters. رح نكتب sisters too. الأس هاي حكينا أس إيش؟ أس الملكية. Excellent. It's my brother's watch. It's my brother's watch. اللي هي إيش عندي brothers. اللي هو what's meaning brother؟ أخ. Excellent. Brothers, my brothers, هم مين؟ أخي. الأس هاي إيش حكينا؟ أس الملكية. It's my brother's watch. Okay. هلأ أنا يمس بدي أعرف بحكي لك ننتقل للإكسرسايز نمبر 3. Read and circle the items more than one answer is possible. هلأ في عندي إجابية سؤال بدي أعرف كل واحدة لمين عندي الأشياء الموجودة اللي فيها. مثلا بحكي لك You can listen to music on it. أنا بستطيع أني أسمع للموسيقى فيهم. بسمع للموسيقى. إيش هو عندي؟ Phone. What's meaning phone? هاتف. Guitar. هو جيتار. Smart watch. اللي هي إيش عندي يا ميس؟ اللي هي هاي الساعة الذكية. هاي إحنا إيش بنسميها إحنا يا تاني؟ Smart watch. رح أكتب فوقيها اسمها. اللي هي إيش بنسميها إحنا هاي الساعة؟ بتكون مربوطة بالتاب والآيباد. Smart watch. اللي هي الساعة الذكية. بقدر اخذ فيها فوتو بس سمعنا الميوزك فيها عندي توك تو بيبل بحط فيها لما مع الناس هاي الصوره ايش عندي فون ونمبر 3 ايش عندي جيتار اوكي بدنا نكمل ونعرف ايش الاشياء اللي بحكي عنها يو كان واتش كرتون اون ات اذا احنا بنشاهد الكرتونز اون ات بتشاهد الكرتونز عليها ايش هي يا مس ايش بقدر اشاهد فيها الكرتون اللي هو عندي الفون ايش بقدر اشاهد فيها كرتون
على أي وحدة؟ الفون ولا جيتار أو سمارت ووتش؟ أو سمارت ووتش إيش هي بدر أنا شايف فيها إيش أفلام الكرتون عندي اللي هو إيش عندي؟ الفون. بدي أعمل سيركل على إيش؟ على الفون. إذا يو كان واتش كرتون إذا شاهد الكرتون خلاله إيش عن طريق التليفون والجيتار والسمارت ووتش اللي عندي الفون. أوكي يو كان توك تو بيبل أون إت أنا بتحدث مع البيبل باستخدامها يعني بهاي هذا الإشي. يو كان توك تو بيبل أون إت بس اللي هو إيش أنا بستخدم بحكي مع العالم إيش هو بالفون الجيتار بتحدث فيه مع العالم نو السمارت ووتش يس إذا عيني ذكية بقدر فيها توك تو بيبل بدي أعمل عليها إيش يمس سيركل جود. You can take a photo with it. إذا أنا بقدر أخذ take a photo with it بأخذ صور من خلالها. إيش بقدر أخذ منه صور اللي هو عندي الفون and smart watch. إيش فون وسمارت watch. أوكي. بقدر أخذ فيهم إيش من خلالهم take a photo. إذا you can listen to music بس ما الموسيقى اللي هو الفون والجيتار والسمارت watch. Watch a cartoons on it بتشاهد من خلال الكارتونز اللي هو الفون. Talk to people بتحدث مع الناس عندي الفون. Take a photo واخذ منهم الصور اخذ صور من خلال التقط صور اللي هو الفون والسمارت ووتش. التمرين هذا يا مس غير داخل. التمرين الثالث الرابع غير داخل ما انا دخل فيه. اوكي التمرين الثالث عندي غير مطالبين فيه. ننتقل الان يا مس لكتابنا الورك بوك. بدنا ننتقل لكتابنا الورك بوك يا رابع يا تاني. اوكي مس افتح كتابنا بيج نمبر 34. بيج نمبر 34 بدي اطلع عندي على البيكتشرز عندي كاميرا عندي تلفزيون عندي فون رح اقرا ونوصل كل كلمه مع الجزء اللي بخصها. اوكي بحكي لك talk to your friends بتحدث انا مع زميلي. talk وزميك talk يتحدث. excellent بتحدث في الالعاب بتحدث كرتون بتحدث للموسيقى ولا talk to your friends تحدث مع صديقي ولا تحدث فوتو. talk to your friends take ياخذ ياخذ ايش ياخذ ايش take a photo وزميك take ياخذ ايش بده ياخذ a photo صور. listen بيستمع لمين listen to music بيستمع للموسيقى. excellent طبعا عندي هون watch watch اللي هي معناها نفس الكلمة معناها ساعة ومعناها يشاهد بس أنا عندي هون فعل معناها إيش يشاهد watch إيش بيشاهد إيش car كارتونز. إكسلنت وصلها مع الكارتونز. بلاي يلعب إيش يا مس يلعب إيش يا تاني بلاي جيمز بيلعب جيمز بيلعب جيمز. أوكي بدي أطلع يا مس على نمبر 2 بدي أطلع عندي على نمبر 2 وبدي أحط الفعل بدي أحط فعل من الأفعال هون وأحط يا صح يا خطأ بالنسبة لمين لل تي في موجود عندي هون. You can cartoons on it. طبعا أنا مطالب منك إني أعرف كل إشي كل فعل مع مين بيجي. الكارتونز إيش بيجي معها؟ اللي هو إيش عندي؟ يشاهد. What's mean يشاهد؟ Watch cartoons. يشاهد كارتون. Games إيش اللي بتجي مع الألعاب؟ اللي هي إيش عندي؟ Play games. You can play games. Okay. You can't to your friends مع زملائه بتحدث مع زملائه ما بستطيع هلا الفعل بتحدث مع زملائه ايش بتيجي عندي talk تحدث مع زملائه. اوكي مثلا لازم اعرف انا كل فعل مين بيجي معاه يعني هذا التمرين مهم احنا نكتب فوقيه مهم اللي اعرف كل فعل ايش بيجي معاه listen to music watch cartoons play games take a photo talk to your friends تحدث مع زميله هذول الافعالات الافعال الموجوده عندي الفيربز اللي عندي هون it's very important مهم جدا. هلا عبينا احنا كل فعل بدنا نشوف بيلبق عندي لا تي في you can watch cartoons انت بتحدث تشاهد عليها كرتونز yes
بقدر اشاهد على تي في كرتون. You can play games on it. بقدر العب فيه عليها games صح ولا لا؟ بشبكه بالبلاي ستيشن وبلعب عليه على التي في. You can't talk to your friends. ما بنقدر نستطيع لا نتحدث فيه مع زملائنا صح؟ ما بتحدث فيه انا مع زملائي. اوكي رأي تاني. احفظ لي اياهم، احفظ لي هذول الافعال مهمات جدا، هذول الافعال مهمات جدا. طبعا راح يكون عندي املاء في هذول الكلمات، املاء بهذول الكلمات يوم الخميس. يعني يوم الخميس ما في عندك حصه، راح تبعت لي فيديو الاملاء. اوكي اذا عندي هذول فيهم مالهم ايش، عندي املاء ماشي يا مس. هذول الكلمات تحفظ عشان ايش نتملاهم. يعطيكم الف عافيه تاني.